بمشاركة 200 شاب من 52 جنسية، وتحت شعار الشباب والعدل ينظم المرصد الوطني للشباب بالحمامات الدورة السابعة للجامعة المتوسطية للشباب والمواطنة الكونية. نتابع. اليوم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب ووزارة شؤون الشباب والرياضة وبالشراكة مع مجلس مع مركز شمال جنوب بمجلس أوروبا وبالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية منهم منظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدول العربية، منهم منظمة البحث على أرضية مشتركة، منهم مجلس الشباب الكتالوني، مجلس الشباب الإيطالي، المجلس البريطاني، أيضا نموذج الاتحاد الإفريقي وأيضا غيرهم من المنظمات. نظموا الجامعة المتوسطية للشباب والمواطنة الكونية في دورتها السابعة تحت شعار الشباب والعدل. تحتضن الحمامات اليوم 200 مشارك من 52 جنسية، باش يكون عندهم ورشات عمل، ورشات عمل في مختلف المواضيع، منها مسألة المشاركة السياسية للشباب، منها مسألة الشباب وتحقيق أهداف الإنمائية، منها مسألة الشباب والسلم والعدل. أيضا هناك لقاء للشركاء على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية لمزيد تفعيل آليات التعاون وللتشبيك فيما بينهم. يعني الهدف من الجامعة المتوسطية هو تبادل التجارب، تبادل الخبرات، تبادل المقاربات الشبابية من بين الدول، بين المنظمات، بين الشباب أنفسهم، بين الخبراء والفاعلين في الشأن الشبابي. نطلع أنه تكون المخرجات جيدة جدا حتى يمكن البناء عليها ويمكن مواصلتها في دورات قادمة إن شاء الله. وسعداء بهذا الكم الهائل من المشاركين، من الخبراء، من كبار المسؤولين، ونطلع إلى كما قلت مخرجات جيدة جدا نستأنس بها في بلورة البرامج على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي واللي تونس فعلة فيها. مشاركتنا في الجامعة المتوسطية للشباب هي تنظيم دورة تدريبية حول مناهضة خطاب الكراهية في المنطقة المتوسطية، وهو بشراكة مع اللجنة التونسية لمناهضة خطاب الكراهية واللجنة المغربية بالإضافة مع مجلس أوروبا. كنعتقد أن هذا اللقاء سواء المنظم من طرفنا أو منظم مختلف اللقاءات هي تصف في تقوية قدرات الشباب والفاعلين في العمل الشبابي. هو لقاء متميز لأنه سوف يناقش موضوع الشباب والعدل وكذلك قرار مجلس الأمن حول الشباب والسن. بطبيعة الاقتراحات نتاع الشباب باش تكون في شكل ورشات، الورشات هذه باش يتم طرح فيها جميع الإشكاليات وباش نحاولوا نقدموا فيها الرؤية نتاعنا بطريقة جديدة، بطريقة معناها حديثة. بطبيعة باش تتواصل الورشات ومن خلالها باش يتم تقديم هالمخرجات نتاع البرنامج هذا الكل إلى سلطة القرار. دونك الهدف من البرنامج هذا انه الشباب يوصل صوته، يوصل رايه لصناع القرار على المستوى الوطني وحتى للهيئات الامميه اللي تستغل على المستوى